السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله ذي الفضل والإحسان، أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وأجلها نعمة الإسلام، وأنزل كتابه وحفظه من الزيادة والنقص. وأسلم على نبينا محمد المؤجل بمعجزة القرآن، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيوفنا الكرام، نرحب بحضوركم المكثف باسم العلم والثقافة. مرحبا بكم بين بساطين وأزهار وجودنا ورحيق التواصل وشهد المحبة والإخلاص. يا ضيوفنا الكرام، حياكم ربي وبياكم، ازدادت أكاديمياتنا نورا بلقياكم. كل ما في الكون يرحب بقدومكم، أكل شيء يبتسم لوجودكم، أكل عبارات الترحيب لا يفي ما نريد. نسأل الله أن يجزيكم جزاء أوفى على خطأ قدميكم إلى هذا الحفل المبارك. وأخص الترحيب بمؤسس هذه الأكاديمية المتمثلة في شخصية الشيخ طبيب القلوب الفاصلة الأستاذ سفيان إبراهيم أقشمريرة الكشفي، سائل المولى الموالي أن يطول عمره خدمة للدين الحنيف. ولجميع أساتذتنا أسمى التحايا، ربنا يتولى عنا لكم شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تهانينا لمدرستي، تهانينا كتاب الله منهجنا، وسنة طاب أفخارنا، ونشويقين همتنا لمدرستي.